الراجل مشي يطلعها ب بسكتس يطلعها ب بالبسكتس. يس كيف؟ إز يعني ايش تحكي لي كيس النايلون او القطره بتاعت العيون. هيز يعني المعتقلين بس مو حلوهم يعطوا اهلهم حب ملبس يعطوهم بسكتس الكانتين يعني يعطوهم اياها بس هم يحطوها في حبة ملبس يعطوهم يا ناعي ملبس ياخذوها ويجيبوها هون. اني يعني اكثر من طريقه ما هي طريقه واحد يعني انت كل يوم بيشوف شيء جديد هذا هم مين جننهم بس يعني ليش اجى العمير قاتل ملك اسرائيل بس لزوجات الأسرة بحكي لزوجات الأسرة إنه يعني الشغلة بدهاش تفكير يعني إنه خلص بشجعهم إنهم يخطوا أي هاي الخطوة وكتير خطوة جريئة وقوية بعتبرها وانتصار على اليهود. أنا بشجع كل زوجات الأسرة إنهم يخطوا هاي الخطوة خصوصا يعني الأسرة المحكومين أحكام عالية محكومين مؤبدات